احنا اي حد بيتلعب فيه الموضوع هو مش حنرحمه وما حنوقفوا ضده. احنا الموضوع هو لا فيه قبليه ولا مش ضد اي حد، احنا متاعين قبليه ولا متاعين اي شيء، بالعكس احنا نبوا يسود العدل ونعطوا كل واحد وحقه. كان كل واحد كل مبادرة بتجينا كإحنا كسر محتاجة وكشباب كادحة، كل مبادرة بيجيب ياخدها اللي ما يستحقوهاش، هذا والله إحنا ما نرضو به، مش حنسكتوا عليه. إحنا نصح من وسط صوتنا رئيس الحكومة، وحتى وبارك الله فيه عارف إن إحنا يدير لنا حل الموضوع. هو طبعا إحنا شباب القربولي شروطنا وشنو نبوه بالضبط، إحنا نبوه بالضبط إن اللجنة يشوف رئيس الحكومة شن الخطأ اللي صار من اللجنة بالضبط، وين صار الخطأ ومعالجته فقر بوقت. قاعدة مبهمة، فهمنا شيء يعني، لقينا فيه ناس طلع في الدواء إن فيه القوائم الخروج نزلت، وزدت الرسائل، زدت الرسائل لناس محتاج ما يش محتاجة يعني، ناس ساكنة في رزق وملك، وفي اللي عنده سمعنا بيه عنده حوش واثنين وثلاثة، وفي ناس ما عندهاش، وفي ناس عندها الحوش ومش قادر يكمل. أحد دورني لا أحد سألني، نزلوا قوائم ولا حد دورني، وناس غير ناس نزلوا لهم أسميهم، وإحنا قعدنا هكي دلنا بموضوع الملف الزكاة ما صار منا، دلنا موضوع القروض ما صار منا. أنا حالتي يعلم الله إلا ربي، مجر بالغلاء والكوى، وكل شهر وشهرة، فاللي آدم فيش حتى واحد دورني، لا لتعين اللجنة، لا لتعين الشيوخ المحلة، لا شيء، قاعد غيرك وقدمنا ملفاتك وخلاص. مبادرة تشوه داخل بلدية القربولي، تشوه المبادرة قلبها لمصالح تانية، إيقاف المبادرة من داخل القربولي مش من خارجها، يعني ما داروش، عطوش الناس المحتاج، عطوني ناس معين. يعني لما جي بلدية القربولي أعطاها مثلا 100 شخص، أعطوه لي ناس مستحقة 3 أنفار، والباقي مش معروف الرقم كم هم، كم أعطوه أصلا دخل القربولي.